برجولية الولاد مش حل كي قاعدين أربع رجال والكرزة فينا كسبتوا 10,000 فرنك. يلقفسي شكون صاحبي هاللي عنده 10,000 فرنك؟ يا ودي هاو ملياردير هذا. يلزمنا ننجو الولاد ونتحركوا ونجيبوا الفلوس، قعدتنا هكا ماهيش باش تنفعنا في حتى شيء. هذي قفسي برسمك صاحبي، فين الخدمة اللي باش نخدموه؟ على النيفو الهيل اللي عنا ولا على الاكسبيريونس اللي عنا ولا على الصنعة ولا عنا سيك سوفينا فارغين قربع والذيب؟ يا جبا فما برشا فازات نجمو ندخلو منها الفلوس، غير احنا مانيش بقلوبنا صاحبي. يا ولدي فيها قلوب هي ومش قلوب، ظهر فيك تحب تريسكي بينا يا القفصي. يا سميرة نو ريسك نو ماني صاحبي. القفصي صاحبي ما تقوليش ناوي تسرينا طرف لعبة بس انت تكون بيعوها وبعد نتيحو ونسبعو برسا حبس. جيبي ياش كتولو لي هذي جيبي خلي الكبير يحكي وانتوما كبيرة وجي يحكي وانتوما تقشوا عليه. ياش كتولو جيبي خلينا نفهموا جبورهم الموضوع. ياش لوما شي صاحبي، النافع ربي انت، لا نفعوا فيك دروس ولد سميرة لا شلابكو. يا القفصي يقول لنا صاحبي شنية هالموضوع اللي باش ندخلوا منه الفلوس. نتحايلوا يا سميرة، اما بنضيف ضريبة خفيفة ونسلوا. هاي لا فاريات ولا لوح، انا يا القفصي امور تحيل معاك صاحبي، الله غالب، التحيل يجري في دمي. البارح وانا مركش في الدار، اقعدت بيني وبين روحي نكمبس، قلت علاش ما نوليوش نبراكيو في التاكسيات. تو القفصي ذبي تو تحكي بالرسمي انت تو القفصي. حب تضحك علينا العبيد زبي يسخال بس تقولي نبراكيو بانكا نبراكيو مانيل عمارة زبي نبراكيو تاكسي. يا القفصي كلامة جبس هي صاحب، هو أربعة من الناس باش نبراكيو تاكسي باش نلقاو عنده صاحبي التاكسي روسيت 50-60 دينار. يا ودي باش نحرقو روحنا بالفير، موضوع فاشل هذا يا القفصي. أنا نتشاور يا تشاميرة القفصي باش يبراكي التاكسيات بولت. أوه قالك تاكسي بولت، يا ودي التعكيك على عجلة صاحب. لا الولاد الكلكم غالطين، باش نبراكيو التاكسي السياحي اللي يخدم مع التوريست فرنسيس المان انجليز يخلص كام باللورو، ديما تحتو لورو. وانت القفصي صاحبي بس تلقحنا فيزا وباسبوراتنا وعد سيو صاحبي لفرنسا ولا المانيا نبركيو التاكسيات غادي باللورو زيت كيكا. لا يا جابا التاكسيات هذم موجودين في تونس وبالتحديد في المطار، وتسميرة باش تعمل روحك فرنساوي وتمشي للمطار وين موجود التاكسي السياحي. Bonjour monsieur le taxiste, comment ça va? Je vais bien monsieur. Je veux aller à Hammam Lif. Combien la course monsieur le taxiste? 50 euros monsieur le client. D'accord monsieur le taxiste. تطلع معاه في التاكسي يا سميرة وما تحلش معاه الهدرة ياسر باش ما يشكش فيك. Bah moi j'habite en France, ça fait 15 ans, je suis ici pour faire le tourisme et voilà. Oh, j'adore le vert de la Tunisie. Il est toujours belle. Tu sais, monsieur le taxiste? Non, non. Moi aussi, je sais pas. تطلع معاه يا سميرة وتجيبه من المطار حتى تكشي للبياس متاعنا. وقتها احنا نخرجوله ونيكولو طرف لورويت اللي عنده. Toujours direct, monsieur le taxiste? Maintenant, nous tournez à droite. Tournez à gauche. Maintenant à droite. C'est bon. Ici c'est bon. Stop like ici. T'as dit quoi? Yo, il dit jeudi, mercredi. اقف نيك تحشيلك. C'est un braquage. Vas-y, la caisse. لورو نيك امشي. هي طرواتك. راني بوعايل علاش تعملوا فيا هكا. يو ولدي قلنا لك احنا عرس باش تقولنا رانا بوعايلة. امشي يرحم والديك كيما قال لك القفصي. لا كيس. سينو طامير إلي بوتيك دو عاشور. القفصي برجولية صاحبي 300 أورو باش نقسموهم على أربعة. ما تجيش خويا الحكاية يا أخي شلوما وتجبش عندهم عملهم. أنا اللي جعبي متقطع صاحبي من المطار وأنا مع التاكسيستي تورني أغوش تورني أدروات ديما طول ديما كذا يا خويا. وأنتي صاحبي اللي عرفت له وجبدت عليه الحديد وفكينا له الفلوس. تجبوا شلوما خويا اش عندهم عملوا باش يقسموا معانا. ذبي يا سمير ريت لورو صاحبي عينيك حوالت ذبي ولا بديت تكبش في كرسك من توا. هذي كان مثيرا نعس من بعيد ونحللكم في الثنية ونثمر في الدنيا والأمور راهو تحصيلكم ما كالعام. يا جبا باهي صاحبي انت تحس وتحل في الثنية لا محالة تحشي فيه في بالي بيك. اما قولي شلوما خويا اش عنده عمل. شبيرة شعبي جيت تحشي فيها وشلوما اش عمل وجبا اش عمل ورجبي اي شعبي ما عملت شي. انا باش نقش معاكم الفلوس وجبي كما باش تقشموا معايا الفلوس باش نمشي ندجولكم الناس الكل. كان مقفشي بتبيع شعبي شكون براهو هذاك شعبي بيري وشكون جيبي باش تحشي له اكثر واحد تبيع وتشامير جيب خاطر هو جيبي تكشيشتي يعرف كان وتشامير جيب له شعبي وتشامير يقول لك هذا شعبي عمل لي براكاش. اش تحكي انت تو وتشامير قول لي شا عندك تحكي امشي ندجولك شعبي مع الحاكم انا طحان شا
ماني خاشر شيء. يا شلومة صلي على النبي صاحب، يا ودي فدلك معاه. خي ما فدلكوش شلومة، يخي مش مستنسين فدلكو. يزي شلومة بلا لغة صاحبي تحكي فيها، وخيين ران ودي 300 يورو صاحبي بتبيع، شي تقسموا على أربعة يدي ما فيش كلام يا ودي. تكبشت وتشميرة تشمع الحاكم وجيبي تكبشة، خاف من الحبشة، خاف من الحبشة، ما تريشكي. باش نعدي لك المرة هذي يا تشميرة، جيت تعود جكمة تشميرة متلوم كي نروح. قالوا شلومة جيبي ش عنده عمل؟ ما عملت شي شابي باش نقشم معك. طيب ايش يا طول قصي صاحبي، 300 يورو قديش يزيو بالفلوس نتاعنا نتاع تونس؟ يجيو قريب المليون يا جبا، هاكا كل واحد فينا باش يضرب 250 دينار كاملين. وشو ليه كفشي شابي 250؟ شبيبة على الاخر شاب، واحد ما عمل شي باش يضرب 250 دينار كاملين. اعطيوني اعطيوني باي، نمشي نشكر ونشوف جبور ام عماري. القفصي حطينا صاحبي، نحب على باي ونحب نمشي نسرح على روح. يا ولادي لحظة، شبيكم مزروبين؟ مازلنا ما بديناش في الضرب الصحيح. المليون هذا اللي دبرناه باش نخدموه وندخلوا منه الملاين. ذيب القفصي تحكي بالرسمي، هذي كيفاش مليون باش نخدموه وندخلوا منه الملاين؟ ثريو بالا فريب ذيب بيعوه في سوق العصر ولا اثنين؟ ايه ركزوا معايا الولاد، يمشي جبا لأي أجنس متاع لوكاسيون متاع كرهب ويقول له: السلام عليكم خوي، بلي زيت نحب نكري من عندكم كرهبة، عندي عرس أختي بس نتحرك بها، ماذا بيا كرهبة باهية بس نتذبر بها وماك تعرف. مرحبا بيك خويا، الكرهبة الباهية نهارها بميتين ألف، وماذا بيك تخلي لي 800 ألف زمط. يدي الكفسي صاحبي ياخي، تخيلها سهلة الحكاية، ما هو باش يطلب علي بطاقة تعريف. ياخي هكاكا هي مسيبة. ما تخافش يا تسميرة، الموضوع هذايا خممت فيه وركحت له أموره، ضربت له بطاقة تعريف متاع واحد ماهوش موجود. يا جبا، ثم تاخذ الكرهبة تجيبها للجراج متاع الرئيس نمرود، حتى تلقاني نستنى فيك غادي. آه نمرود، إيش قولك في القطعة؟ آه يميمتي يميمتي، القطعة جوها باهية القفصي، كرهبة نظيفة، عمرها عام ونص، براسك ماهيش ماشية جملة، أما الغلطة الوحيدة اللي عملها جبا كي جاب لي الكرهبة لهنا. يا مالا وين تحبوا تجيبها لك يا نمرود؟ آه يميمتي يميم، ما هو الكرهبة فيها جي بي إس يا القفصي، وأنا مازلت كي نحيتهولها، معناها مولاي الكرهبة باش يخرج له آخر بلاصة وقفت فيها الكرهبة اللي هي هوني. إيش معناها نمرود؟ معناها يلزمنا نقطعوا توا الناس الكل من هنا. آه يا أمي يا أمي يا، تبيع يا القفصي، يلزمنا نقطعوا الناس الكل توا من هنا، وهاو باش نعطيك فيها 8 ملايين كاملين. 10 ملايين نمرود، الكرهبة بريسك باكو، باش تعطيني فيها 8 ملايين. 10 ملايين وبيعي معاك. اه يا امي يا امي يا، الله يبارك يا القفصي، اللي تعمل انت مبروك. اه ما رد بالك، لا ريتني لا ريتك. يا ولدي مولاي البطاقة تعريف هذه مولاها ميت عنده 25 سنة، كيفاش قام من القبر جاك راه من عندك كهرباء ومشي؟ يقول لي سيد العون شعملنا تو؟ والله اش باش نقول لك، تنجم تقول قدمك الشغل. كرهبتي ورزقي يا سيد العون، شعملنا فيهم يهديك. ما تتفكرش السيد اللي جاك راه من عندك، اوصافه كيفاش، شنيه لابس، كيفاش يحكي، شعره كيفاش، خشمه كيفاش، يلبس لونات ما يلبسش. اي سيد العون نتفكر، لابس كوستيوم كرافات حمراء ولا روز كان صدقني ربي، ويحكي بالثاء، ولابس لونات نظر بيضة وشعره فيه الابيض. شعره بالابيض ويحكي بالثاء وعنده لونات بيضة، اما لابس كوستيوم هذيا ما نعرفش، دخلت لي شك الراسي. ايا خلينا نمروك كان فما حاجة تنكلموك. ايا الولاد اضرب عندكم كل واحد زوز ملايين وخمسمية، توا نركحوا اللعب وبريود اخرى نزيدوا ضريبة اخرى. برذولية قفصي، البتة هذي صاحبي سبابة ياسر خير من البتة الاول، اما برذولية كولد سميرة وسلوم اخويا ما عملوا ثاي، ما فهمت ثانا اخويا بس يقسموا عانا زوز ملايين وخمسمية، نرمموا صاحبي نقسموهم خمسة ملايين خمسة ملايين، انا وياك خاطرين اللي زبت الكرهبة وانتي اللي زبت الفكرة اخوي، فهمت اخوي؟ بس ياخذوا معانا هما ما عملوا ثي. يا جبا الخدمة تجي كيكة صاحبي، كيما البتة الاولى انت وشلومة ما عملتوا شي، والتساميرة هو اللي جاب الكرهبة وانا اللي براكيت الراجل. البتة هذي شلومة والتساميرة ما عملوا شي، ومرة جاية القفصي وشلومة فهمت يلزم كيكة، ديما الفلوس تتقسم على اربعة خاطر ما تعرفش عليها وقتاش نستحقوك انت وقتاش نستحقوا هذاك، فهمت توا يا جبا؟ جيبي قفشي شعبي، هذي شو تكراب الحاكم يا القفشي، جيبي حاكم مش دم يا القفشي شعبي، نقطع ولا شو نعملو؟ هكا هو صاحبي، المرنة قيت ورحبوا بكم، يمي سامحيني، وليدك مظلوم، برجولية الولاد، أنا شاكك صاحبي في شلومة مشاك عبرهان. هذي قفصي صاحبي، هذي قولي قفصي صاحبي، سي بس نعملو هذي حاكم مش مستانس راهو يزيل داركم يا القفصي، برجولية أنا بس نتخبى تحت فرس عمبو القفصي. بيت عمبو القفصي هذيك باظ ما يدخل لها حد. يا ولدي شد بلاستيك ما تخافش،
اقعد غادي تا نخرج نشوف شنية الحكاية. يا اخي ما كومش تتفرجوا في القانون جي. قال لك الحاكم ما عندوش الحق يدخل دارك قبل 7 ولا 8 وكيل الجمهورية. اي حاكم يدخل كامبو وكيل الجمهورية للدار. الى وينك انت؟ ايه شنية عمر اوف؟ سقيقة ويلد. وليت تك تك تتعدى جنينة وتجي قدام باب الدار. كان زدت شوية. راني لقيتك مبنك في السالة. ديما ضامر يا القفسي. ديما ضامر. ايه وينك شنية حوالك عمر اوف؟ والله الحمد لله يا القفسي. نسألوا على حوالك انت. الحمد لله الحمد لله. لا تشكر للذم. ايش فما عمر اوف جايني للدار؟ ان شاء الله خير. والله القفسي ايش باش نقول لك؟ فما شكون عنده اجونس نتاع لوكاسيون كريم من عنده واحد كرهبه يا اخي سرقها له نحاو منها الجي بي اس قال لك والكرهبه فص وملح وذاب. يا لطيف ان شاء الله ربي يعوض عليه. اي ما فهمتش عمر اوف انا اش مدخلني في الموضوع هذا. ما هو الاوصاف يا القفسي اللي اعطاهم لي الراجل تشبه شويه للاوصاف نتاع جبا صاحب. قال يحكي بالثاء شعره ابيض ويلبس لونات بيضة نتاع انظر. اعجب جبا باش يسرق كهربا كاملة عمر اوف؟ لا مستحيل. لدي حطينا يا القفسي هذاك اش قلت. وجبا في دار عزيز وعنده قريب الجمعتين توا مشى غادي للبلاد يبدل في الجو. وانت يا عمر اوف تخيل جبا باش يسرق كهربا؟ هذاك عنده مخ بالله باش يخدمه يا ولدي. هو مازال يخمم باش يسرق ويطيحوه بالوقت. برا يا عمر اوف برا شوف خدمتك. برا شدوا الكبارة متاع المخدرات، شدوا السياسيين اللي يسرقوا في البلاد، تلوج على جبا مسكين اللي عملت ليد ولساقوا في البلاد باش تسرقوا في كهربا كاملة. راي مباسي هذايا. عندك دليل تو انت عمر اوف تجيني للدار تتهملي في صحابي؟ والله يا القفسي باش نقولك مجرد شكوك وكهو. سامحنا يا القفسي سامح. الله يبارك اني ماشي. بالله باش نسألك يا القفسي، ما عندكش فكرة على واحد فرنساوي جال الحومة الايامات هذه قالك براكيو تاكسي سياحي وفكوله قريب ل 400 اورو؟ يا عمر اوف يا عمر اوف يهديك ويصلح رايك. يا اخي قالك علي العمدة متاع الحومة انا لهنا. يا اخي انا باش نعرف عليه الفرنساوي شكونو هذا؟ حومتنا فيها قريب ل 100 فرنساوي جاو السنة. لا يرك قاعدة تلز لي ياسر يا عمر اوف. يا القفسي راك كيما ولدي وانتي نعرفك كبير الحومة لهنا وتعرف الخباب الكل. هذاك علاش حبيت نستشيرك يا اخويا. سامحني ومصحى فيا. الولاد مولاي الكهرباء مشى للمركز وعطاهم اوصاف الجبه. قال لهم شعره ابيض ويلبس لونات ويحكي بالثاء. الجبه انت توا في التحندير. ذيب القفسي ثيه صاحبي في طيحونا ادي مازلنا حتى ما خسرناش الفلوس يدي ودي ثيه ادي تقول لي ثيه بالسد الحبس ونثبتكم الناس الكل ونيكو فيها ربطيه زي معايا زب على الاقل خنصرفوا ثويه من الفلوس ذيبي تعديوا كيكه. يا جبه صاحبي انا ننصحك فلوسك برا امشي اهبط للاسواق اشري بيهم صاحبي برشا قفف وشارجيهم صاحبي. وحده عبيها بالبنادق الاخرى عبيها بالطاجين الاخرى بالصلصه نتاع المقرونه والاخرين عملهم بالبسيسه. يا ودي صاحبي شارجي القفف نتاعك الجب. ننصحك صاحبي من توا مادام عندك زوز ملايين و500 ادي خذ ب 500 قفف وزوز ملايين اخرين شارجي بيهم سلعه. سيه صح المرنقيه تنتظرك يا جب. يا سميره هل فيل صاحبي ليك يصرمك؟ يا جبا ما تخاف صاحبي بعثت عليك الشبهات الكل. قلت لهم اللي جبا عنده جمعتين في دار عزيزه في البلاد وانتي جبا رد بالك ليامات توري وجهك. وبرجوليه الولاد انا من رايي كان زيدوا نكبروا في المشروع المره هذه بالفلوس اللي عنا نكريو 4 كراه في نفس الوقت وتو تشوف الدزه اللي جينا. اي يا القفسي صاحبي انا هاني سبقت وتو نتقابلوا غادي. تشميره شابي وين باش تتقابلوا غادي جيب؟ ياش لوما في المرناقية صح نتقابلوا في المرناقية. يا ودي قفسي قال لك الايامات هذه قالت لها سيريات نيكفليكس الفيلم اللي يتفرج فيه يحب يطبقوا. هكا هو سيد ولا يبركي في التاكسيات ومن بعد صاحبي ولا يسرق في اللوكاسيونات. والله اعلم خويا شنيا المره الجايه طلع اللي مشات لعنا به. يا ولدي شبيك نعجه يا سميره كان خليت صاحبي تو نمشيو حويجه لعمك رؤوف وجونا به. ماك تعرفوا عمك رؤوف يعشق اوراق بو 50. هبب سي رؤوف صار انت تعشق لوراق بو 50؟ يا ولدي صلي على النبي يا راجل تسمع في كلام القفسي ولدك. اي قل لي سي رؤوف اش قولك في العصابه اللي عندي في الدار؟ انا بيني وبينك في العمر هذا ما عادش يساعدني ضربه ضربتين الحاكم شقة زادم عليا للدار جرايرك القفسي لخدمه لقدمه وزيد عامل لي شله بانديه معاه يسرقوا في الكراب ويبركيو في العباد. مش معقول يزمك فيسع ترجع كراب الناس وترجع فلوس الناس. يعطيك الصحة يا عمو القفسي يعطيك الصحة اللي جيت علمتنا. وقل لي شنية باش تعملوا معاهم الناس هذم مصيرهم كان الحبس. بالطبيعة يا عمو القفسي الناس هذم مصيرهم كان الحبس جوست خلينا نخموا شوية
كيفاش باش نشدوهم وكيفاش باش ناخذوا معهم الاجراءات اللازمه. وانتوما اللي عجبتوا الحلقه متاع اليوم ما ينساش يعمل جيم ويخلينا كومنتير، واللي ماهوش عامل ابوني يدخل يعمل ابوني. ايا برا النسطو.